ازيك يا سوسن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. بعدك يا بنتي، بص في الارض ليه كده؟ اوعى تكون مكسوفه مني، انا راجل كبير ومخوع. انا قد ابوكي. لا، كفانا الشر. انا بس اول مره اتحط في موقف زي ده. موقف ايه؟ ان ياخد حسنه من حد اشحت يعني. بس عيطيش خلاص. والله يا باشا، احنا ولاد حلال، وجوزي ده مدرس قد الدنيا، ولو عارف ان انا هنا هيطين عيشتي. لا سبس يا عزت كلمتي ليه؟ انا طول عمري لوحدي، ابويا وامي ماتوا وانا صغيرة، جوزي بيحبني بس ممكن يرميني في أي وقت. أنا عمري ما حسيت بأمان. بس اللي عمره ما هيرميني وهيشيلني طول حياتي هو ابني من صلبي. تعرف يا بيه، انا ممكن اعمل اي حاجه عشان اخلف. أي حاجة؟ أي حاجة أي حاجة؟ ايوه يا بيه، خلاص، تابع مع الدكتور وفلوسك هتبقى جاهزة بعد العملية. ربنا يخليك ويعلي مراقبك يا بيه. عن إذنك.